شاحنة ماك تايتن، 10 أطنان من الكروم والفولاذ، وقوة 605 أحصنة، وقدرة على نقل حمولة تزن 200 طن. يتم بناء هذه الشاحنات الثقيلة على الطلب في مصنع تجميع الشاحنات التابع لماك في ماكونجي بنسلفانيا، ويستغرق تجميع كل شاحنة أقل من 3 أيام إذا سارت الأمور حسب الخطة الموضوعة. الصيانة، الكهرباء يا توم، لدينا مشكلة. تضغط الطلبات الجديدة على جدول الأعمال الضيق أساسا. نحن تحت ضغط كبير لننهي الطلب الذي لدينا الآن. ستدفع عملية بناء أقوى الشاحنات في العالم بهذا المصنع الاستثنائي لإثبات قدراته. الساعة هي 7 صباحا وعملية الإنتاج في أوجها. تمتد هذه المنشأة على مساحة 93,000 متر مربع، وهي مركز التصنيع الرئيسي. يعمل في المصنع حوالي 1000 عامل يشغلون عدة خطوط تجميع ومنشآت إنتاج. يعمل هذا المصنع على عرق الجبين والجهد والتعب، ويكاد إنتاج مجموعة شاحنات ماك يكون يدويا بالكامل. وتقضي مهمة مدير تصنيع حجرة القيادة جون توش بالتأكد من سريان الأمور بطريقة سلسة. ننظر يوميا إلى جدول العمليات لنتأكد من أن لدينا عدد الوحدات الكافي لمباشرة عملية الإنتاج، ونتوقع عدد القطع التي ستأتينا لنتأكد من تجنب أي مشاكل مرتبطة بالقطع المتوفرة. كيف تجري الأمور؟ أتفقد خط الإنتاج هذا عدة مرات يوميا. الأمور جيدة؟ أراقب جودة الإنتاج وأتحدث إلى المشرفين. ما الأخبار اليوم؟ أحاول أن أفهم ما يثير قلقهم وأعرف ما إن كنا نلتزم. في الجهة الأخرى من المصنع وصلت حافلة مليئة بحجرات القيادة. سنأتي بهذه ونرفعها عن منصات الشحن، ونأخذ حجرات القيادة وننقلها إلى منصات الطلاء. يصل وزن حجرة قيادة بحالتها الأساسية إلى 227 كيلوغراما، ولكن عندما يتم تحميلها بالكامل فقد يزيد وزنها 3 أضعاف ما هي عليه فارغة. لذا ولنقلها عبر مصنع توازي مساحته مساحة 20 ملعب كرة قدم، تحصل كل حجرة قيادة على منصة نقل خاصة بها. تصل حجرات القيادة بحالة ممتازة، ولكن لكي تتمكن من تحمل ظروف العمل تحتاج كل منها إلى تغليف خارجي قوي. المرحلة التالية هي مرحلة الطلاء كما سترون. سننظف الحجرات وندخلها إلى غرفة رش الطلاء. في قسم الطلاء يستطيع الزبون أن يضفي لمسته الشخصية على المركبة، واختارت شركات عديدة الانتقال إلى الطلاء الممكن، ولكن ما زالت شركة ماك تقوم بطلاء المركبات يدويا. أقوم بطلاء المركبات منذ أكثر من 20 عاما. لا أعرف، يجب أن تكون بارعا فيما تفعله، إنها مسألة تتطلب البراعة. حاليا سنستخدم لونا مميزا لإنجاز حوالي 10 شاحنات. سنزيل العلبة عن الجهاز الرجراج، سنأخذه إلى قبو الطلاء. تكون البراميل العملاقة مزودة بالألوان الرائجة كالأبيض والأحمر، أما الألوان الأقل رواجا فيتم جمعها فيما يسميه أفراد الطاقة بالقبو. إذن بالنسبة إلى الألوان المميزة نحضرها إلى القبو هنا ونخفض الدعسات، وتجدون هنا الجهاز الرجراج، ونضغط على الزر الذي يبقي الطلاء في حركة دوران مستمرة فيحافظ على حيويته. وبحسب الطلبات اليومية يقوم التقنيون بتزويد الآلة بالألوان المطلوبة، ويسمح جهاز كمبيوتر مركزي بمراقبة كل عملية وترتيب الألوان المناسبة عندما تصل إلى غرفة الطلاء. تدخل إلى الوقت اللازم وتطلب الألوان، فترى ماك الأحمر وماك الأبيض والبني الخاص بشركة UPS واللون الشفاف. تبدأ عملية الطلاء الجيدة بمرحلة التحضير، وتقضي مهمة دين تيرنر بالتأكد من أن الحجرات جميعها تدخل غرفة الطلاء وهي نظيفة. هنا قسم التنظيف، وهي المرحلة الأخيرة قبل البدء بالطلاء. هنا نقوم بإزالة الأوساخ المتبقية عن جميع الحجرات. ها
هذه حجرة تايتن، أكبر شاحنات ماك وأمتنها. ستدخل الحجرة إلى غرفة الطلاء وستبدأ عملية الطلاء. هذه شاحنة مدهشة، عندما ستهش، عندما ستسير على الطريق لا يمكنها إلا أن تلفت الانتباه. نظرا إلى المساحات الكبيرة التي تحتاج إلى طلاء، يعمل هؤلاء بجهد كبير. لدينا 6 دقائق و15 ثانية لطلاء الشاحنة كلها، والآن يبقى أمامنا 4 دقائق و40 ثانية. بعد ذلك تدخل الحجرة إلى الفرن ليجف الطلاء، ويستغرق ذلك 35 دقيقة قبل أن تخرج من الفرن، ثم يأتي دور المفتش الذي سيتحقق منها. يتم طلاء معظم الحجرات بألوان ثابتة، ولكن عندما يرغب الزبون إضفاء بعض التفاصيل إلى الحجرة يتحول قسم الطلاء إلى دائرة مخضرمة. تسمى هذه العملية التخطيط، وأنا أقوم بتنفيذها. لا أطلي الشاحنات، بل أضع التصاميم والرسوم التي يريدها الزبون. يعمل داف شوايتسر في قسم الطلاء منذ 10 سنوات، ويمكن رؤية أعماله على شاحنات ماك التي تعبر البلاد بأسرها. قمت برسوم ثلاثية الألوان، استخدمت اللون الزهري والبنفسجي والأزرق الداكن، واستخدم اللون البرونزي والبرتقالي والبني. ترون أحيانا مجموعات من الألوان المجنونة، لكل زبون ذوقه وطلباته وله ما يريد. هذا العمل دقيق وفني جدا، ولكن بالنسبة إلى داف هذه مجرد مرحلة أخرى من عملية التجميع. لا أعتبر نفسي فنانا، لكنني أستطيع أن أضفي خطا مستقيما على شيء ما. هذا كل ما في الأمر، هذا ليس أمرا سحريا. تبقى الحجرات في الفرن حوالي 40 دقيقة، ثم تنتقل إلى منصة كاثلين كريستمان. كاثلين هي إحدى مراقبات الطلاء في شركة ماك، ولا شيء يمر بها بدون أن تتفحصه بدقة كبيرة. أركز في فحص للحجرات على أسفل الأبواب لأتأكد منها، ذلك كأنه ومرارا يسيل الطلاء هنا حول إطار الباب، وما سأفعله هو أنني أضعه جانبا، لأنه إن كان الطلاء سائلا فسينعكس ذلك على جميع الحجرات. أي عملية طلاء توافق عليه كاثلين تكون مطابقة لمعايير ماك ومعاييرها الشخصية. سأرفض هذه الحجرات بسبب وسخ في الطلاء. وجدت الكثير من الأوساخ على الرفراف هنا، وهذا غير مقبول، وعليهم أن يعيدوا عملية الطلاء. سيعاد ضرب الحجرة المرفوضة بالرمل، ويتم إرسالها عبر غرفة الطلاء من جديد. وصلت حجرة شاحنة تايتن إلى منصة كاثلين. سأدور حولها من الخلف وأتحقق من السقف ومن إطار النوافذ. إنها تعرف جميع الحيل لاكتشاف أي عملية طلاء غير جيدة. في الحجرة المطلية باللون الأبيض، ولأن لون الحجرة الأساسي هو أسود، فسيبدو لون الحجرة أزرق تحت الضوء إذا كان الطلاء فاتح اللون. خلال ساعات قليلة ستكون هذه الحجرة على موعد مع هيكل شاحنة تايتن. إذا تم رفض الحجرة الآن، فمن المستبعد أن تصبح الشاحنة جاهزة في الوقت المحدد. يبدو أن العمال في قسم الطلاء قد قاموا بعمل جيد. تبدو لي الحجرة جيدة، لا ملاحظة عليها. تمت الموافقة على حجرة تايتن، وستبدأ الآن رحلة أسطورية عبر منشأة الإنتاج التي يوازي حجمها مساحة 20 ملعب كرة قدم. تشغل هذه المساحة الواسعة خطين لجمع هياكل الشاحنات، وخط لجمع حجرات الشاحنات، ولكن تضم المنشأة أيضا قسما لتعديل المحركات، ومنشأة لإعداد الإطارات، وقسما لإعداد الحجرات التي تتضمن غرفة نوم. هنا يقوم العمال ببناء حجرات مزودة بأرقى وسائل الراحة. كيف الحال؟ يشرف لينارد هاريس على قسم بناء حجرات النوم، حيث يتم بناء حجرات نوم خاصة بشاحنات النقل الطويلة التي تصنعها ماك.
تتميز هذه الوحدات بأن الزبون يستطيع أن يطلب إضافة ما يريد إليها، كإضافة نظام موسيقى مختلف أو مكبر ومضخم للصوت، بالإضافة إلى إذاعات الراديو التقليدية. كما يمكنهم التحكم في المكيف من الخلف. قد تقضي شاحنة النقل الطويلة 150 يوما من السنة على الطريق، ولهذا من المهم أن تقدم الشاحنة التي يعيش فيها سائقها تقنيا جميع وسائل الراحة. هذه الحجرة مزودة ببراد داخل هذه الوحدة هنا، وهذه تضم وحدة تخزين صغيرة وفراش وخزانات. وكما الشاحنة التي سترفق بها، يمكن بناء العديد من حجرات النوم بحسب رغبات الزبون وطلباته. من المواد المستخدمة داخل الحجرة إلى المذياع، يريد كل من لينارد وماك أن يشعر سائق الشاحنة بالراحة. ما يميز شاحنة ماك هو أنه مهما كان ما يريده الزبون في شاحنته، يمكننا أن نحققه له. بعد الانتهاء من تركيب وتعديل حجرة النوم، حان وقت تركيبها على حجرة القيادة. عند تركيب الحجرتين بعضهما ببعض، تصبح مساحتهما 9 أمتار مربعة. في المصنع وصلت حجرة قيادة شاحنة تايتن إلى خط التجميع. يستغرق عبور الشاحنة خط تجميع حجرة القيادة ما بين 5 و6 ساعات. في هذا الوقت يقوم العمال بتركيب آلاف القطع الأخرى، ويقع على عاتق التقنيين المختصين بالمواد مثل ديل كريزلي أن يتأكدوا من توافر القطع المطلوبة ويحافظوا على سير العمل. تقضي وظيفتي بتوفير جميع المواد التي قد يحتاجون إليها من غرفة الطلاء إلى مرحلة تركيب الحجرة. قد يبدو النظام الذي يستخدمونه لمنادات تقني المواد قديما، لكنه فعال. هناك أعلام في الأعلى، وإذا احتاج العمال إلى شيء ما يرفعون العلم، وهذا يشير إلي بذليهم أن يوقفوا عملية التجميع. عملي يسبب التوتر، لكنني أعتبره تحديا أكثر من أي شيء آخر. هنا في منصب تجميع الهيكل، يتم تزويد هيكل شاحنة تايتن بنظام التهوية، وهو عبارة عن مجموعة من الخزانات والخراطيم التي تتحكم في خصائص مهمة في الشاحنة. تجدون في هيكل تايتن أنابيب خاصة بالطائرات، خلافا لصناعة السيارات حيث تعمل الفرامل على أنظمة هيدروليكية. أنابيب الهواء هي التي تتحكم في الفرملة والتوقف وبالعديد من الأكسسوارات كالمقعد والبوق الهوائي وكل ما يعمل على الهواء. يتحكم نظام الهواء في شاحنة تايتن أيضا في نظام تعليق فريد. نرى مجموعتي أكياس هواء قابلة للنفخ مثبتة عند نقاط أساسية على الهيكل، ما يضمن رحلة مريحة، كما أنها تساعد الشاحنة في نقل حمولات ثقيلة. يستطيع السائق أن يضغط على زر عندما ينقل حمولة ثقيلة لتعديل نظام التعليق بواسطة نظام تحكم في ارتفاع التعليق بما يتناسب والحمولة الثقيلة. ولبناء شاحنة كهذه يجب أن تسير الأمور بحسب الخطة الموضوعة. إذا لم تصل إحدى القطع في موعدها أو في حال تأخير عملية التركيب، تتوقف عملية بناء الشاحنة كلها. ولهذا فإن عملية معقدة مثل بناء شاحنة تايتن لديها ميكانيكي خاص بها. أحضرت هذه إلى هنا، كانت موضوعة أمام شاحنة تايتن. تلك الحمراء طويلة بما يكفي، لكن السوداء قصيرة جدا. عند بناء شاحنات التايتن، مايك ويفر هو سلاح ماك السري، فهو ميكانيكي مخضرم يعرف تفاصيل الشاحنة وخباياها. انتبهوا إلى الشريط الأسود، هل هو طويل أسود؟ هل هو طويل بما فيه الكفاية؟ أمثال مايك يتقنون جميع الوظائف التي تدور في مجال اختصاصهم. إنهم يفهمون جيدا ما يلزم لبناء شاحنة من الصفر. تشعر بثقة كبيرة عندما يشارك أحد منهم في عملية بناء الشاحنة. يراقب مايك العمل على الهيكل، فيما ذهب براين ليتفقد العمل على الحجرة. بالعودة إلى قسم تجميع الحجرة، انتقلت التايتن إلى منصة الضوء. حان الوقت لتحصل هذه الشاحنة على القليل من الزينة. سلسلة من أضواء من نوع LED ومجموعتين من الأبواق الهوائية الضخمة المصنوعة من الكروم. عندما تكون الشاحنة على الطريق، لن يواجه أحد أي مشكلة في رؤيتها أو سماعها تقترب.
إن مصنع تجميع شاحنات ماك هو أشبه بالجيش، وللبقاء يجب أن تبقي الإدارة المصنع مليئا بالعمال والبضائع، لا مكان للتأخير. مرحبا براد، أنا كيفن. يجب أن تشارك هولي سنايدر في هيئة المحلفين اليوم ولن تحضر إلى العمل. في بعض هذه الوظائف أنتم تنظرون إلى مهام تنجز في أقل من 6 دقائق، لذلك من المهم جدا أن يتحرك العمال بسرعة لوضع القطع في مكانها. يهتم جون وكيفن بالمشاكل اليومية المرتبطة بالعمال. عدد العمال جيد هذا اليوم. أجل، مدهش. لكن التحدي التالي يبقى دائما بالمرصاد. عدد العمال جيد اليوم. جون دوش. عفوا. نعم. الرافعات لدي لا تعمل اليوم. حسنا ديف، بمن اتصلتم وهل هم في طريقهم إلى هنا؟ الرافعة التي تثبت الحجرات على منصة تركيب الحجرات معطلة، وقبل دقائق قليلة من بدء عملية الإنتاج يجب أن يصلحها جون سريعا. نعم. ما الوضع الآن؟ أي تأخير سيؤدي إلى وقف إنتاج تايتن ويضغط على جدول الإنتاج الضيق أساسا. وصلت إلى العمل صباحا ووجدت أن الزر لا يعمل. هل الخط ضروري جدا لوضع الحجرة المناسبة وإعدادها ليتم تركيبها على الهيكل؟ الكهربائي يا توماس، أجبني من فضلك. لدينا مشكلة مع المشغل في الأعلى، هل لا تأتي وتساعدنا؟ قد يكون توقف العمل مكلفا جدا، لهذا يبقى فريق من الميكانيكيين المتفانين مثل توماس رايت على استعداد لتلبية النداء ومعالجة أي مشاكل. ندرك المخاطر الممكنة، ولكن علينا دائما إبقاء المصنع شغالا، وعلينا القيام بذلك في أسرع ما يمكن وبطريقة آمنة. الحل اليوم بسيط، لقد وجد سبب المشكلة وأصلحه في دقائق قليلة. عندما تأكدنا من أن خط الكهرباء سليم استبدلنا قاطع التيار وحاولنا إعادة تنشيط النظام من جديد. الآن وقد عادت الرافعة إلى العمل، عادت عملية الإنتاج إلى مسارها الصحيح. في المصنع تستعد حجرة القيادة الخاصة بشاحنة تايتن لتركيب لوحة التحكم فيها. مجموعة من الأسلاك والدارات التي تشكل مركز العمليات فيها. يمكن برمجة الشاحنة كلها من هنا. نبرمج المحرك والمكابح المانعة للانغلاق، وكذلك تتم برمجة جهاز الراديو. اليوم سيقوم مارك كونرز المخضرم بإعداد لوحة التحكم، ولكن لكونه فردا من الفريق الكهربائي التابع لماك فهو مدرب للقيام بأي مهمة ضمن عملية التصنيع. سبق أن قمت بجميع الوظائف هنا وأظن أنني الوحيد الذي فعل ذلك. يمكنني أن أعمل في أي وظيفة، وهذا ما نتميز به هنا. إذا تغيب أحد عن العمل فيمكننا المتابعة والقيام بوظيفته. إن خبرة مارك الواسعة تجعله صاحب نظرة فريدة بالنسبة إلى المنتج الذي يعده. من المدهش أن نرى آلاف القطع تتجمع وتتحول إلى مركبة يمكننا قيادتها على الطريق، وأفضل ما في الأمر هو أننا نتمكن من قيادتها فعلا. عندما نركب شاحنة تايتن تتمتع بقوة 605 أحصنة ونقود بها لتجربتها، نشعر بقوة استثنائية. مع انتهاء عملية الإعداد يتم تثبيت لوحة التحكم في مكانها في الحجرة. قم برفعها. لكل وظيفة ضمن عملية التصنيع وقت محدد، للنجاح بهات محدد. للنجاح بهذه الوظيفة يجب أن يتمتع الفرد بشخصية معينة. إذا كان ليس بمقدورك التحرك بسرعة وحركية فهذه الوظيفة لا تناسبك. بسن 62 دابي ميلر هي قوة لا يقف بوجهها أحد. خزانات الوقود، قمت بتركيب أنابيب الهواء وسبق أن عملت على ملء الخزانات على الهيكل بالزيت. لقد قمت فعلا بالعديد من الوظائف هنا. إن متابعة ديبي ومواكبتها وظيفة بحد ذاتها، وهذا يثبت أنه في منصة التجميع النشاط والحركة أهم من القوة. حسنا، لنركب القوابس ونبدأ من جديد. تعتمد منصة التجميع التابع لماك على العامل لا على الآلات، وهذه ميزة خاصة بالمنتج الذي يصنعونه.
عندما تقدم للزبائن فرصة لتنفيذ رغباتهم وتخرج كل شاحنة من مصنعنا مميزة، من المستحيل أن ننفذ عملنا معتمدين على الآلات بالكامل. يفتخر العمال هنا بأن شاحنات ماك التي تباع في شمال أمريكا هي مصنوعة في الولايات المتحدة. يفتخر الكثيرون منا بهذه الشاحنات، فهي مصنوعة يدويا وبحسب الطلب. بالنسبة إلى شركة صناعية، هذه الصفة لا تعطى بسهولة. يمكننا أن نحافظ على تنافسنا عبر بناء الشاحنات هنا، ولكن لتحقيق ذلك علينا أن نعمل بطريقة أذكى من منافسينا الذين يقومون بصناعاتهم في بيئات أقل كلفة. ويظهر الكد والجهد بوضوح في منصة تركيب الحجرة، حيث يتم تركيب المرايا الجانبية لشاحنة تايتن. أما في الجهة الأمامية فقد بدأ العمال بتركيب الأضواء، فيما يتم إنجاز معظم المراحل يدويا يتطلب بعض المهام مساعدة إضافية. تساعد هذه الآلات الميكانيكية في إنجاز بعض عمليات التركيب الصعبة، فتساعد على تركيب الزجاج الأمامي في حجرة شاحنة تايتن بسرعة وفعالية. عند تركيب الزجاج الأمامي يثبت العمال الحشوات في قلب الإطار عبر سحب الحبال التي تدخل في المطاط. يبقى بعض التفاصيل الدقيقة وتصبح الحجرة جاهزة. يضع العمال مصفاتين ضخمتين من الكروم إلى جانبي الحجرة، فهي تساعد على تمييز شاحنة تايتن عن شاحنات ماك الأخرى. لكنها ليست جزءا من الزينة فحسب، فهي عملية أيضا وتشكل مصدر التهوية الرئيسي في شاحنة تايتن. تكاد الحجرة تكتمل. سنوات. ولكن بالنسبة إلى الكثيرين تتخطى العلاقة بالشركة حدود المصنع. عام 62 حصل والدي على وظيفة هنا، وبعد ذلك بدأ ثلاثة من أشقائه العمل هنا أيضا. وفي وقت من الأيام عمل أبي وأشقائه جميعهم هنا. يعمل دارين أيكلبرجر على تركيب صفائح أدوات التوقيت في محركات أم بي، وهو يعمل لدى ماك منذ 12 عاما، لكن ذكرياته المرتبطة بكونه رجل ماك هي أقدم من ذلك. في صغري عندما كنت أتنقل على الطريق مع أبي كان يقول لي: لقد صنعت هذه الشاحنة، قل له أن يضغط على البوق. ولطالما كان سائق الشاحنات يطلقون البوق ويلوحون لنا. تفتخر عائلة دارين بعملها وبالشركة نفسها، وهذا فخر رافق والده حتى بعد تقاعده. مصدر فخر رافق عمه لأكثر من ذلك. في التسعينيات من القرن العشرين قتل عمي كلارك أيكلبرجر في حادث سيارة. عندما مات اختارت زوجته شاهدا لضريحه، ولقد حمل هذا الشاهد شعار شركة ماك ليعرف الناس كم كان فخورا بمكانه. بعد طلائه باللون الأحمر الذي تتميز به ماك، أصبح المحرك جاهزا للذهاب إلى مصنع ماكونجي لتركيبه في الشاحنة. ولكن أولا تتم تجربة المحركات المختارة في مختبر محركات ماك المتطور الذي يقع في الجوار. بدأوا التجربة، لدينا طاقة خلوية، سيتم تشغيل المحرك. في هذا المختبر يعرض المهندسون محركات مجموعة أمبي لتجارب قاسية، فيضعونها في ظل درجات حرارة ويشغلونها بسرعة دوران نادرا ما تواجهها المحركات في الميدان. إنه ساخن، خفف الحرارة. ندفع المحركات إلى حدودها القصوى لنتأكد من أن المحرك قادر على تلبية طلبات زبائننا. خلال اليوم يشارك العمال في المختبر وفي المصنع في عملية جدية. ولكن بعد ساعات العمل يجتمع بعض المهندسين والتقنيين للترويح عن أنفسهم. يبدو الميكانيكي كريغ موريس والمهندس جون جيبل ثنائيا غريبا، ولكن عندما يتعلق الأمر بإنتاج مركبة تكون هي الفضلى على الإطلاق يشكل الاثنان ثنائيا خارقا. استأجرنا الطريقة السريعة المحلي كدعم معنوي، وكما تعلمون هذه شاحنة ماك
ويجب أن نقودها، ولم نرد أن نأخذ سيارة من المستودع، لذلك نجري عليها دائما التعديلات، وهذه هي النتيجة النهائية. يجمع الاثنان بين المهارة التقنية والقدرات الميكانيكية اليدوية. لقد صنعا معا شاحنة جبارة تشارك في سباقات الشوارع. نمضي معظم وقتنا في استخراج الوقود من المحرك، لكننا اليوم سنستمتع بوقتنا. سيشارك كريغ وجون في سباق مهم، وهما يعملان بجهد لتحسين شاحنتهما. أما أحدث أفكارهما فتقضي باستبدال الإطارات الخلفية المزدوجة بإطار واحد عريض، فيخففان بذلك من وزن الشاحنة ويحصلان على دفعة إضافية عند خط الانطلاق. لم يبقى أمامهما الآن سوى أن يشغلا الشاحنة ويخرجا بها في جولة تجريبية لتحسين أداء الشاحنة. أزال الرجلان جميع أجهزة التحكم المعيارية، تصبح الشاحنة بالتالي سريعة لكنها ليست نظيفة، كما أن قيادتها غير قانونية. إذن وعلى طريق إسفلتي تملكه الشركة، قامت جون وكريغ بتجربة سرعة شاحنتهما. الوقت لبدء التجارب. لن يطول الوقت قبل أن يقوما بتجربتها في حلبة السباق. عددناها جيدا وهي جاهزة للمشاركة في سباق الشوارع. لنرهم كيف تكون السرعة. هيا بنا. وصلت محركات ماك من منشأة هيجرستون إلى مصنع ماكونجي، حيث تتوجه إلى بداية خط تجميل المحركات. هنا يقوم العمال بوضع الأقسام الأخيرة وإجراء الفحوص الأخيرة. عندما تحصل المحركات على الموافقة تنتقل إلى محطة التركيب. يرفع محرك أمبي 10 الخاص بشاحنة تايتن ويتم إعداده للتركيب. يعمل هؤلاء الرجال على الهيكل لترتيب الأسلاك والخراطيم، فيما يتدلى محرك يزن 1300 كيلوغرام فوق رؤوسهم. إنها مرحلة تتطلب الوقت والثقة. عندما يوضع المحرك داخل الهيكل يكون العمل في هذه المنصة قد بدأ للتو. أنزلنا المحرك داخل الهيكل ونقوم بوصله من أربع نقاط، ونصل خراطيم الوقود وخراطيم التبريد والتوجيه، ليكتمل تركيب الأنابيب وتصبح جاهزة للانتقال إلى المحطة التالية. تكاد مرحلة تركيب المحرك في شاحنة تايتن تنتهي، ولم يبقى في هذه المرحلة سوى تثبيت خزانات الوقود الهائلة. يتسع كل خزان ل443 لترا، تبلغ تكلفة تزويد الشاحنة بالوقود $1000 أو أكثر. قبل أن تتابع تايتن مسيرتها، يعاين مايك وبراين الشاحنة مرة أخيرة. لقد وجدا مشكلة كانت ستصبح كارثية. حسنا، عند معاينة وضعية المحرك بدت مصفاة التبريد في محرك تايتن متضررة. يبدو أنه تم شدها كثيرا في المنشأة. قام فريق العمل بتبديل المصفاة وعملوا على إنجاز توصيل المحرك. في المقابل أصبحت حجرة تايتن جاهزة بحسب الجدول المحدد. يتم رفعها وإحضارها إلى منصة العمل على الهيكل. حان الوقت ليلتقي جزء شاحنة تايتن. يبدو لنا واضحا أن لهذه الشاحنة شكلا جانبيا مختلفا عن الشاحنات الأخرى.
تثبت الحجرة على ارتفاع يفوق ارتفاع الشاحنات التقليدية ب 17 سنتيمترا، ويعود السبب في ذلك إلى حجم المحرك. عندما قدت هذه الشاحنة أول مرة على الطريق، توقفت عند الإشارة الحمراء وبقرب شاحنة أخرى، ووجدت نفسي أعلى منها بكثير. بعد قليل غطاء المحرك، ولكن قبل أن يتم تركيبه وضع عليه أمر مميز جدا. أفتخر كثيرا بوضع شعار كلب البولدوغ، فهو العلامة الفارقة لشاحنات ماك. يعود هذا الشعار إلى الحرب العالمية الأولى. كانت شاحنات ماك تستخدم في الخطوط الأمامية في المعارك، ولقبها الجنود البريطانيون بالبولدوغ كإشارة إلى قوتها وإلى كون غطاء محركها يشبه وجه البولدوغ الإنجليزي. منذ عام 1923 وشاحنات ماك جميعها تحمل رسم كلب البولدوغ على غطاء محركها. للشعار هدف مزدوج، فهو يشكل مسكة غطاء المحرك ويسمح لنا بفتحه، وفي الوقت نفسه هو رمز لشاحنات ماك وقوتها الشبيهة بقوة البولدوغ. يحاكي البولدوغ تاريخ اسم شركة ماك، لكنه في الوقت نفسه يكشف الكثير من كل شاحنة. فالكلب الفضي يعني أن أحد عناصر القوة في الشاحنة مثل جهاز نقل الحركة من صنع شركة أخرى. إلى ما يشير الكلب الذهبي؟ محرك وجهاز نقل الحركة من صنع ماك بالكامل. بعد تركيب غطاء المحرك تكاد الشاحنة تصبح جاهزة، ولكن يبقى هناك الكثير من العمل قبل أن تتمكن هذه الشاحنة من الخروج من المصنع. والآن حان دور الإطارات. تقع منشأة تصنيع الإطارات بالقرب من خط تجميع الهيكل. هنا يستطيع الزبائن أن يختاروا بين أنواع مختلفة من الإطارات والعجلات والسطوح. يتم تزويد جميع المركبات التي تخرج من المصنع بعشرة إطارات أو أكثر. لذلك ولمواكبة تنتقل الإطارات إلى جهاز النقل وتسلم إلى محطة التحميل في الوقت المحدد. ستستخدم شاحنة تايتن هذه في أعمال البناء، وهي بحاجة إلى عجلات قوية خفيفة ومناسبة للسير على الطريق وخارجها. يصل وزن كل من هذه الإطارات الثقيلة إلى 59 كيلوغراما، ولهذا يملك فريق العمل على الإطارات مجموعة من المساعدات اللازمة لأداء المهمة. لقد تفوقوا حتما على التقنية القديمة. هذا ما كانوا يستخدمونه قبل 12 عاما تقريبا. تضع إطار العجلة وتدحرجه تحت العصا، وبدلا من هذه الرافعات كانوا يحملون الإطار بهذا الشكل ويمسكون به ويستخدمون قوة الرفع لوضعه على الإطار. يتطلب الأمر الكثير من التمرين. عندما يتم تثبيته على المحور يحين وقت تثبيت العجلات في مكانها، لذلك يلجأ فريق العمل على العجلات إلى المعدات الثقيلة أقوى من فكات البراغي. تأتي الأداة بهذا الحجم ولكل واحدة محركها الخاص، وهي تقوم بشد البراغي كلها في الوقت نفسه. إن تثبيت 6 براغي في الوقت نفسه يضمن أن يأخذ الإطار مكانه بالتساوي على المحور. في أي شاحنة تكون الإطارات سر الأداء الجيد. إن كان المطلوب هو قوة دفع كافية لعبور طريق موحلة أو نقل حمولات ضخمة على الطرقات السريعة المفتوحة أو التنقل بسرعة على الإسفلت الساخن، يكمن السر دائما في الإطار المناسب. سيجري اليوم السباق على طريق ميسن ديكسون في بونزبورو في ميريلاند، وسيشارك كريغ وجون فيه لتجربة شاحنتهما. باب التسجيل في السباق مفتوح اليوم، وتأتي أنواع المركبات على اختلافها للمشاركة. ولكن قبل بدء السباق يجري كريغ وجون معاينة أخيرة. أتريد أن تتأكد من التفاصيل التقنية مرة أخرى؟ أجل، لنلقي نظرة. لقد بذلا جهدا كبيرا لضبط شاحنتهما، ولكن في الجهة الأخرى من الموقف ظهرت شاحنة ماك أخرى. إنها شاحنة كبيرة بثمانية صبابات وستشكل تحديا فعليا. لديها توربو أكبر وقام بتعزيز المحقنات والمضخة. أجل، وقد تفوق علينا من حيث قوة المحرك، ولكن لا أظنه يعرف بعض الخدع التي نعرفها.
مع أنه يتفوق عليهم في القوة، كريغ وجون واثقان بأن تعديلاتهما ستمنحهما الأفضلية. استبدلنا الإطارين المزدوجين بإطار واحد عريض، وقمنا بتخفيف ضغط الهواء بما يكفي للحصول على توازن بين العجلة وإطارها وبين المطاط والإسفلت، لذلك نأمل أنها أصبحت جاهزة بعد التجارب كلها. أظن أن فرصنا بالفوز كبيرة. لديه محرك سعة 16 لترا، فيما محركنا بسعة 12 لترا، لكننا أجرينا الكثير من التعديلات وسنضغط على المحرك بقوة. حان الوقت لبدء السباق. في المسار الذي يمتد على 400 مترين، يتصارع المتنافسون لمعرفة من سيتوج ملك السباق. بعد قليل شاحنات ماك. بالنسبة إلى فريق العمل الخاص بسباق الشوارع، وصلت اللحظة المنتظرة. أشهر من العمل وسنوات من الخبرات المجتمعة توصلت إلى صنع محرك بقوة 700 حصان، وهو محفوظ تحت هذا الغطاء. لكن أولا تقوم الشاحنتان بتسخين إطاراتهما. تساعد هذه العملية على تنظيف المطاط من أجل السباق وتسخينه ليلتصق بالإسفلت بشكل أفضل. تقدم المحرك القوي ذو الصبابات الثمانية في بداية السباق، ولكن في وقت لاحق لم يتمكن من مواكبة محرك جون وكريغ المعدل. ستفوز الشاحنة بعد أن كانت متأخرة. استغرق عبور 400 و200 متر أقل من 16 ثانية، وبلغت سرعة الشاحنة 160 كيلومترا في الساعة. أحسنت يا صديقي. أحسنت. شكرا. كيف جرت الأمور؟ كاد يسبقنا. كان هذا سباقا جيدا. أجل كان جيدا. اليوم أثبتت الخبرة الميدانية والدراية التقنية أنهما تشكلان المعادلة الفعالة للتفوق. بالعودة إلى مصنع ماكونجي، تصل شاحنة ماك أخرى إلى خط النهاية. تم تركيب الإطارات وتكاد شاحنة تايتن هذه أن تصبح جاهزة، لكن بعد اقتراب نهاية المسار واجه براين ومايك مشكلة. أريد فريق التنظيف التابع لقسم الصيانة. أحتاج إلى فريق التنظيف. لدينا تسرب في السائل المبرد. يتسرب السائل المبرد من المحرك على أرض المصنع. روني، هوك يتكلم. أيمكنك أن تمر بويفر وتأتي به إلى هنا؟ نحتاج إلى سحب قابس من غرفة التشغيل لإيقاف هذا المحرك. لإبعاد تايتن عن المنصة قبل أن تتعطل منصة التجميع، سيحتاج مايك وبراين إلى معالجة هذه المشكلة فورا. لدينا الآن فتحة في الجهة الخلفية من المحرك بسبب المبرد، وسنحاول أن نفصله. أمامنا 35 دقيقة قبل أن تخرج الشاحنة من المنصة كما هو مفترض. تم تعديل جزء من خرطوم كحل مؤقت. سيسد الخرطوم الفتحة الآن، فيسمح باستمرار عملية التركيب. أفسح المجال كلي. تفتخر شركة ماك بقدرتها على رصد المشاكل خلال عملية التصنيع، لكن الشاحنات التي تخرج من المصنع يتم فحصها مرة ثانية في جهاز قياس القوة، وهو عبارة عن غرفة متطورة تحاكي القوى الهائلة التي ستتعرض لها الشاحنة في العالم الحقيقي. تتم تجربة سرعة دوران المحرك وقوته. في هذه المرحلة يجب أن تظهر أي مشاكل قد تكون موجودة في الشاحنة قبل تسليمها للزبون. مع سد الثقب في المحرك تم ملء الشاحنة بالسوائل. نزودها بالوقود والزيت والمادة المتبلورة، كذلك يتم تشريج مكيف الهواء. نزود الشاحنة بالسوائل كلها لأننا على وشك تشغيل المحرك للمرة الأولى. ضخ الوقود في خزانات الوقود الضخمة في تايتن. سأضخ الهواء الآن.
سنضخ الهواء في الشاحنة ونرفع الوقود لنخرج الهواء من الأنابيب وندفع بالوقود ليصل إلى مصفات الوقود. عندما يصل الوقود إلى هنا سنتمكن من تشغيل هذا المحرك. يسارع العمال لإنهاء عمليات التركيب الأخيرة، ويستعد الجميع لتلفظ هذه الشاحنة نفسها الأول. تم تحريك المفتاح وانبعثت الحياة في 605 أحصنة وانطلقت الشاحنة مبتعدة عن المنصة. هذه ولادة شاحنة تايتن جديدة. قبل 6 ساعات ونصف ساعة كان لدينا بعض الفولاذ وقطع الغيار، والآن باتت لدينا شاحنة متكاملة وجاهزة. ستنتقل الشاحنة إلى الزبون في اليوم التالي. يشعر الرجال والنساء في شركة ماك بالفخر لمعرفتهم أنهم ساهموا في بناء بعض الشاحنات الأقوى على الإطلاق.